ضمن نشاطات الخطة السنوية لمنظمة شباب درج ونشر ثقافة الوعي بين الشباب وتحت شعار لنعمل على تطوير حياتنا مجتمعنا شخصياتنا بلا مخدرات، وبالتعاون مع مركز شرطة درج أحيت المنظمة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بإقامة العديد من المناشط. المحاضرة اليوم بعنوان مخدرات طريق الهلاك، وهذه المحاضرة من خلال ما التمسناه في الشارع يعني من انحراف بعض الشباب لظاهرة المخدرات وما يترتب عليها من سلبيات في المجتمع. وهذه المحاضرة استهدفت أولياء الأمور واستهدفت الدرجة الأولى الشباب اللي في السن متوقع أنه ينحرف فيه الشاب. أبرز هذه المناشط هي عمل ميداني استهدف توزيع مطويات إرشادية حول أضرار المخدرات بالشوارع الرئيسة والأماكن الحيوية والمقاهي بالمدينة وبالفترة المسائية بقاعة درج العامة. أقيمت محاضرة توعوية بعنوان الإدمان ومسبباته والأضرار الصحية والاجتماعية والقانونية الناتجة عنه. كانت مبادرة كويسة والشباب حضرت الحمد لله، ونتمنى إن شاء الله في محاضرة جديدة أن تكون العدد أكثر في المحاضرة هذه، ويريت الشباب يعني ينصح اللي حضر اليوم يجي في الفترة الجاية وتكون لما يعني قضاء على المخدرات. وتناولت المحاضرة عدة محاور، أبرزها محور الأضرار الصحية الناتجة عن إدمان المخدرات، ومحور الجانب القانوني الذي تناول العقوبات والضوابط المترتبة على الإدمان وتجارتها، مستهدفين شريحة الشباب ومجموعة من الناشطين من المجتمع المدني. كما أطلقت المنظمة حملة توعوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي للحد من خطورة الإدمان.